السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوتي الكرام، أخواتي وفاضلات، معكم موسى صادق. وصلنا إلى الفصل الرابع من منهج نظم التشغيل الأكاديمي، ما زلنا في شرح هذا المنهج وبالاعتماد على الكتاب الأكاديمي المنهجي المعتمد في العالم كله، اللي هو Operating System Concepts الإصدار التاسع، تأليف سيلبر سكاتس جالفن جيجن. هذا الإصدار تقريبا هو من سنة 2013. مثل ما ذكرنا في المحاضرات السابقة، هذا الكتاب هو المعتمد في أغلب الجامعات العالمية لتدريس مادة نظم التشغيل. في الفصول السابقة شرحنا بصورة عامة ما هي أنواع نظم التشغيل، ما هي أنواع نظم الحاسوب، ما هي بيئات الحوسبة التقليدية والحديثة. وكذلك وصلنا أيضا شرحنا ما مفهوم البروسيس اللي هو العمليات أو اللي هي البرامج قيد التنفيذ. وذكرنا بأنه العمليات في نظم التشغيل التقليدية كانت هي الشيء الرئيسي الذي يتم تنفيذه في داخل المعالج، إلا أنه بتطور نظم التشغيل، بتطور وتعقد عملية البرمجة والتاسكات المختلفة للمستخدمين، ظهر لدينا مفهوم الثريد. الثريد بالحقيقة ترجمتها الحرفية هي عبارة عن سن المشط. إذا كان لدينا مشط يحتوي على الكثير من الأسنان، فكل واحدة منها نقدر نسميها ثريد. أيضا يمكن أنه يكون يسمى خيط، ممكن أيضا يسمى يعني جزء من فتشي أكبر من عنده. لمعرفة أو فهم مفهوم الثريد، يعني يمكن دائما تشبيهه بأنه هو جزء من عملية. العملية إذا كانت تحتوي على ثريد واحد فراح تكون هي single threaded process. العملية إذا كانت تحتوي على عدة ثريد، عدة يعني أجزاء، راح تكون multi threaded process. طبعا هذا الفصل راح نبدأ بـ overview، نظرة عامة عن ما هو الثريد. بعد ذلك راح نتحدث عن البرمجة النظم التي هي multi core، التي تحتوي على أكثر من معالج. يعني منا ورايح، يعني عند كل ما قلنا انه عندنا في النظام هو من نوع المالتي كور، نقصد به هو هذا الكور اي 3، كور اي 5، كور اي 7، يعني ديوال كور، تو ديو كور، الكثير من انواع المعالجات اللي هي تصدرها بشكل رئيسي شركه انتل او شركه الاي ار ام او اي دي ام. الكثير من المعالجات اليوم هي من نوع المالتي كور. وايضا طبعا هذا يعني سببها شرحناها في يعني منهج الشبكات الاكاديمي، وايضا شرحناها في الفصل الاول من هذا المنهج، يعني ليش بدات الشركات تتجه الى انتاج حواسيب من نوع المالتي كور. بعد ذلك راح نتحدث عن المالتي ثريدنج مودلز، الثريد لايبريز، يعني مكتبات الثريدز، الامبليسيت ثريدنج. يعني الثريدنج قد يكون اكسبليسيت وامبليسيت. اكسبليسيت اللي هو صريح، الامبليسيت اللي هو يعني فشيء غير صريح او غير واضح، اللي هو راح تكون عمليه تجزئه العمليه الى عده ثريدات، فشيء مبهم او غير واضح بشكل مباشر للمستخدمين. ثريدنج ايشوز، المشاكل اللي تواجهنا عندما نقوم بتجزئه العمليات الى عده ثريدات. واخيرا الاوبريتنج سيستم اكزامبلز، اللي هي امثله نظم التشغيل اللي تستخدم مفهوم المالتي ثريدنج. الاوبجكتيفز، يعني المفهوم او الهدف الرئيسي لهذا الفصل هو تقديم مفهوم الثريد، واللي هو يعتبر الوحده الاساسيه للسي بي يو يوتيلايزيشن. يوتيلايزيشن نقصد به الاستغلال، وهنا مفهوم الاستغلال معناته انه كيف نستطيع ابقاء المعالج مشغولا اكثر وقت ممكن باكثر عدد من العمليات، وبالتالي راح يعني لتقديم افضل اداء للمستخدم. ايضا يعني مثل ما ذكرنا شرح مفهوم الثريد اللي هو يعتبر الوحده الاساسيه لاستغلال المعالج، وكذلك الفورمز بيسس فور ذا مالتي ثريدنج كمبيوتر سيستمز، واللي هو يعتبر الاساس لنظم التشغيل اللي متعدده الثريدات في العالم اليوم. يعني كذلك راح نشرح الاي بي ايز، الابلكيشن بروجرامنج انترفيس الخاصه بالبوزكس ثريد والويندوز والجافا ثريد لايبراريز، اللي هي طبعا ثلاث انواع رئيسيه من انواع الثريدز اللي هي اليوزر ثريدز. راح نشرح ايضا الاستراتيجيات المتعدده لتوفير الامبليسيت ثريدنج، وراح ايضا نشرح المسائل المتعلقه ببرمجه النظم اللي هي تحتوي على مالتي ثريدنج. واخيرا راح يعني نغطي بعض نظم التشغيل التي يعني تدعم تقنيه المالتي ثريدنج، واللي هي بشكل رئيسي الويندوز واللينكس. الموتيفيشن، ليش ندرس المالتي ثريدنج؟ اولا لانه معظم تطبيقات اليوم او التطبيقات الحديثه هي من نوع المالتي ثريدنج، اللي هي تقوم بتجزئه البرنامج الواحد الى عده اجزاء صغيره لكي يسهل التعامل معها وبرمجتها وفهمها وتصحيح اخطائها. ثريدز ران وذين ابلكيشن، يعني الثريدات او اجزاء البرامج اللي هي الثريد مثل ما ذكرنا قد تكون فانكشن، قد تكون كلاس، قد تكون جزء من برنامج رئيسي، يعني هو عباره عن داله فرعيه ملحقه بالبرنامج الرئيسي. كلها تعمل ضمن التطبيقات، يعني كل تطبيق اليوم احنا نقوم باستخدامه، يعني مثل اليوتيوب اللي حاليا حضراتكم يعني تشاهدون الفيديو من خلاله، يحتوي على مالتيبل ثريدز. واحده من الثريدات مهمتها الصوت، واحده من الثريدات مهمتها الصوره، واحده من الثريدات مهمتها ابقاء الاتصال قائما بين حاسوبك الشخصي او جهازك اللي قاعد تستخدمه والانترنت والسيرفر. فالكثير من الثريدات تعمل في نفس التطبيق الواحد. كذلك multiple tasks with application can be implemented by separating threads.
يعني نفس المهمات مثل ما ذكرنا في التطبيق الواحد يمكن تمثيلها بثريدات متعددة، بعضها قد تكون أبديت ديسبلاي اللي هو يعني تحديث العرض أو تحديث الشاشة، يعني مثل ما تلاحظ أن حركة الماوس هو عبارة عن عملية أبديت مستمرة يكون مسؤول عنها ثريد. كذلك فيتش داتا جلب البيانات، سبيل تشيكينج اللي هو تصحيح الأخطاء الإملائية، انسر نتورك ريكوست إذا كان هناك طلب من الشبكة، أيضا هناك ثريد موجود يعمل في الباك جراوند مهمته الاتصال بالشبكة دائما يعني إبقاء الاتصال مستمرا. أيضا من الموتيفيشنز من المحفزات اللي يعني تدفعنا إلى فهم الثريد أنه عملية إنشاء البروسيس هي عملية تسمى هيفي ويتد، يعني هي عملية ثقيلة تحتاج الكثير من الريسورسز الموارد من النظام، في حين أن عملية إنشاء الثريد هي تعتبر لايت ويت يعني تحتاج موارد أقل. ايضا تجزئه البروسيس الكبيره اللي هي يعني اليوم اصبحت لدينا عمليات ربما تكون ملايين الاسطر البرمجيه، تجزئتها الى اجزاء اصغر راح يسهل لنا عمليه البرمجه وبالتالي زياده الكفاءه، لانه احنا نعرف كلما زاد حجم البرنامج كلما زاد التعقيد وزادت الصعوبه في تتبع الاخطاء وبالتالي يعني يسهل حصول الخطا ويصعب تصحيحه، في حين انه البرنامج الواحد اذا جزأناه الى اجزاء اصغر الى كلاسات او فانكشنز او غيرها راح يكون تتبع الاخطاء في كل واحده منها اسهل وبالتالي يعني راح تكون أسرع للبرمجة وأكثر كفاءة في تصحيح الأخطاء. أيضا بصورة عامة الكيرنلز اللي هي نواة النظم الحديثة كلها هي عبارة عن مالتي ثريدنج، فبالتالي يعني تجزئة العمليات إلى مالتي ثريدنج هو فشيء منطقي. مالتي ثريدد سيرفر أركيتكتشر، يعني في السيرفرات اليوم احنا كل سيرفر في العالم وظيفته خدمة عدد كبير من الكلاينتس الزبائن سواء كانت في على مستوى الشبكة أو على مستوى الداتابيس أو على مستوى الحاسوب الواحد ايضا، يعني ايضا يحتوي في داخله كلاينت بروسيس وسيرفر بروسيس. الكلاينت راح يقوم بارسال ريكوست طلب معين، السيرفر راح يقوم بانشاء ثريد جديد لخدمه هذا الطلب ويقوم بتخصيصه لهذا الكلاينت، ثم يستمر في الاصغاء لطلبات اضافيه من قبل المستخدمين الاخرين او الكلاينتس او الزبائن الاخرين. وبالتالي احنا عندنا كل عمليه، يعني هنا اذا افترضنا ان هذا السيرفر هو سي بي يو التي تاتيه طلبات من العمليات ويقوم بإنشاء ثريدز خاصة بكل واحدة منهن، أيضا هو راح يكون في كل لحظة من اللحظات يقوم بإنشاء ثريدات لكل الطلبات والاستمرار في الإصغاء للثريدات الأخرى. البنفيتس الفوائد اللي تجينا من استخدام المالتي ثريدنج هي أول شيء الريسبونسيفنس اللي هي الاستجابة، زيادة استجابة البرامج، لأنه إذا كان البرنامج يتكون من مجموعة متعددة من الثريدات ربما تكون هذه الثريدات هي عبارة عن كوبي بيست من واحد يعني من كل منهما للأخرى، يعني إذا كانت العملية يتم نسخ محتوياتها لثلاث او اربع مرات بحيث انه اذا توقفت بعضها البقيه ممكن انه تستمر بالتنفيذ وبالتالي راح نحصل على اداء افضل، اي انه يعني قد تسمح لاستمرار التنفيذ لجزء من البرنامج اذا كانت او لجزء من العمليه اذا كانت الاجزاء الاخرى تم عمليه بلوكينج لها، وبالتالي راح يزيد لنا الفوائد يعني للمستخدمين او يعني الكفاءه للاستخدام. ريسورس شيرنج ايضا مشاركه الموارد، بدل انه يكون لدينا عمليه واحده تقوم بالحيازه على كل موارد النظام فإن الثريدات المتعددة للعمليات المتعددة راح تقوم بمشاركة الموارد للعملية الواحدة، وبالتالي أيضا راح تسهل لنا مشاركة الذاكرة والمسج باسنج اللي هي تمرير الرسائل بين العمليات اللي شرحناها في الفصل السابق. الإيكونومي أيضا مثل ما ذكرنا هنا الإيكونومي هي ترجمتها الاقتصاد أو الأمور الاقتصادية، بس هنا ما يقصد بها الأمور المالية في داخل الحاسوب، وإنما يقصد بها رخص إنشاء الثريد، لأنه مثل ما ذكرنا الثريد هو لايت ويت بروسيس، البروسيس هي تكون هيفي ويت، فبالتالي احنا نعرف انه هو من الارخص من ناحيه الموارد انشاء الثريد اكثر مما هو انشاء العمليات، وبالتالي ايضا الثريد سويتشنج هو يعتبر ليس لور اوفر هيد، يعني فيه عبء اضافي عبء اقل من العبء الذي يحصل في الكونتكست سويتش اللي هو التحول من عمليه الى اخرى، التحول من ثريد الى اخر هو يعتبر اسرع بكثير من التحول من عمليه الى اخرى. كذلك السكيلابيلتي اللي هي قابليه زياده حجم البرامج المطبقه وقابليه توسيع النظام، العمليات يمكن ان يعني تستفيد او يعني take advantage of the multi processor architecture، لانه احنا عندنا المعالجات هي تعتبر multi processor او multi core، بالتالي احنا بدل انه نقوم باستخدام يعني بتنفيذ عمليه واحده في هذه المالتي كورز ممكن انه نجزئ العمليه الى عده ثريدات وكل ثريد نقوم باعطائه الى كور معين، وبالتالي راح نسرع العمليه بدل انه يكون لدينا التنفيذ عمليه واحده في الوقت الواحد، راح يكون عندنا مثلا خمسه او سته ثريدات في الوقت الواحد. المالتي كور بروجرامينج برمجه الانظمه اللي هي متعدده النواه او متعدده اللوب. المالتي كور او المالتي بروسيسر مثل ما ذكرنا هي الانظمه التي تحتوي على عده معالجات تكون مرتبطه سويه في داخل المعالج المركزي، يعني السي بي يو الواحد يحتوي على عده بروسيسرز.
هذه طبعا تضع عبء كبير على المبرمجين والكثير من التحديات، من ضمنها انه يجب تجزئه الاكتيفيتيز. يعني اذا كان لدينا برنامج كبير فيفترض انه المبرمج عندما يقوم ببرمجته ياخذ بنظر الاعتبار ان هذا البرنامج سيتم تنفيذه في داخل حاسبه تحتوي على الكثير من المعالجات، وبالتالي يجب ان يقوم بتجزئه الفعاليات لكي يقوم كل معالج بتنفيذ جزء من البرنامج في نفس الوقت، وبالتالي تسريع الاداء. البالانسنج ايضا الموازنه، اذا كان لدينا 5 معالجات فمن غير الصحيح انه نقوم بجعل واحد منهم فقط يكون مسؤول عن 80% والاربعه البقيه تكون مسؤوله عن 20% مثلا. يعني يجب ان تكون هناك يعني لود بالانسنج، موازنه الحمل على كل المعالجات. الداتا سبليتنج ايضا، تجزئه البيانات بين المعالجات المختلفه، داتا ديبندنسي، الاعتماديه بين انواع البيانات. يعني اذا كانت لدينا بيانات معينه تدخل الى المعالج الاول وننتظر نتيجتها لكي تدخل الى المعالج الثاني، ثم نتيجتها تدخل الى المعالج الثالث وهكذا. يجب المحافظه دائما على الديبندنسي، يعني استقلاليه البيانات واعتماديتها على بعضها البعض الاخر. يعني من غير الصحيح انه نقوم بادخال كل البيانات الى كل المعالجات في نفس الوقت اذا كان بعضها معتمد على البعض الاخر، لان النتائج الصادره من المعالج الاول قد لا تكون صحيحه ليتم ادخالها الى المعالج الثاني وهكذا. التستنج والديباجنج ايضا، يعني اختبار البيانات وتصحيح الاخطاء اللي فيها، ايضا هذا يضع عبء كبير جدا على المبرمجين اذا كان كنا نستخدم مالتي بروسيسر او مالتي كور سيستم. ايضا ظهر لدينا حديث ما يسمى بالباراليزم، اللي هو التوازي، عمليه التوازي في تنفيذ العمليات، اللي هي implies the system can perform more than one task simultaneously، والتي تعني انه النظام يستطيع تنفيذ عده عمليات في نفس الوقت. الكونكرنسي اللي هي تقريبا مشابه للباراليزم، ايضا انه تدعم اكثر من عملية واحدة في نفس الوقت، انه make progress، يعني اكثر من عملية تقوم بتحقيق تقدم في نفس الوقت. السنجل بروسيسر او سنجل كور سكيدجولينج provides concurrency، يعني اذا كان لدينا نظام يحتوي على multiple processors فكل واحد من الاثنين راح يقوم بتنفيذ عملية معينة. اما اذا كان لدينا نظام يحتوي على سنجل بروسيسر او سنجل كور فهنا راح يكون عندنا دور ما يسمى بالسكيدجولر، اللي هو المجدول اللي شرحنا عنه في الفصل السابق، واللي ايضا ان شاء الله راح يكون عندنا فصل مستقل، يعني اللي هو السي بي يو سكيدجولينج، اللي هو جدوله العمليات في داخل المعالج. هذا هو اللي راح يوفر لنا الكونكرنسي، اللي راح يضمن لنا انه ليست هناك عمليه واحده تقوم بمسك المعالج ويعني الاحتفاظ به لمده طويله، وانما يجب ان يكون هناك عمليه السويتشنج، اللي هي اما تكون ثريد سويتشنج او كونتكست سويتشنج. المالتي كور بروجرامينج ايضا، انواع الباراليزم اللي هو انواع التوازي، قد يكون لدينا توازي للبيانات وقد يكون لدينا توازي للتاسكس اللي هي المهمات. توازي البيانات معناتها توزيع مجاميع صغيره من البيانات من نفس البيانات على الكورز المتعدده، وبالتالي كل واحده من هذين راح تقوم بانشاء نفس، يعني بانجاز نفس العمليه على هذه البيانات. يعني مثلا تصور انه عندك عمليه ضرب مصفوفتين او عمليه جمع مصفوفتين، كل واحده منهم هي عباره عن الف في الف، فبدل انه نقوم بوضع كل هذه الالف في الف في داخل معالج واحد ويعني نسمح له بتنفيذ هذا الشيء، ممكن انه نقسم هذه العمليه، مثلا تكون 500 في 500 للمعالج للكور الاول، 500 في 500 للكور الثاني والثالث والرابع وهكذا، وتحصل عندنا عمليه الداتا باراليزم اللي هي التوازي في تنفيذ البيانات. النوع الاخر اللي هو التاسك باراليزم، انه احنا بدل ما نقوم بتقسيم البيانات نقوم بتقسيم البرنامج الواحد الى عده ثريدز، اللي هو توزيع الثريدات المتعدده على الكورات المتعدده، بحيث انه كل ثريد يقوم بتنفيذ عمليه مستقله منفصله. يعني اذا كان لدينا برنامج رئيسي يحتوي على كلاسات فرعيه، كل واحد منهم مثلا مسؤول عن تنفيذ معادله من الدرجه الثانيه او ايجاد الجذر التربيعي او غيرها، كل واحد منهم راح يتم اعطائها لثريد معين، وبالتالي كل او لكور معين، بحيث انه كل كور راح يقوم بتنفيذ ثريد مختلف عن الثريد الاخر. ايضا كلما زاد عندنا عدد الثريدات كلما ايضا الاركتكتشر سبورت فور ثريدنج يجب ان يزيد. طبعا هذا الباوند او هذا الهاش هذا هو معناتها رقم او عدد، يعني كلما عدد الثريدات يزيد ايضا الدعم من المعماريه يجب للثريدات ايضا يجب ان يزيد. سي بي يو هاف مالتيبل كورز از ويل از هاردوير ثريدز، يعني هنا اليوم عندنا في عالم اليوم المعالجات تحتوي على نواه متعدده وثريدات هاردوير متعدده. كمثال عليها عندنا الاوراكل سبارك تي 4 يحتوي على 8 كور، وفي داخل كل كور اكو 8 هاردوير ثريد بير كور، يعني صعد 8 في 8 كانه 64 كور او 64 هاردوير ثريد. فهنا ايضا ظهر عندنا مفهوم ثاني، اللي هو قد يكون عندنا الكور هاردوير وايضا قد يكون عندنا ثريد هاردوير، وقد يكون بعضهم جزء من البعض الاخر، يعني مثل ما هذا المثال اللي موجود عندنا. هنا تلاحظ انه الكونكرنسي والباراليزم. الكونكرنسي اذا كانت في سنجل كور تلاحظ انه الامتداد الزمني المعالج راح تدخل عندنا العمليه الاولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، ثم ترجع العملية الأولى الثانية الثالثة الرابعة وهكذا على امتداد الزمن.
اما اذا كان عندنا باراليلزم في مالتي كور سيستم اللي هو راح يكون عندنا عده كورس، يعني الكور الاول راح تدخل عند العمليه الاولى والثالثه ثم الاولى والثالثه ثم الاولى والثالثه وهكذا، في حين في نفس الوقت الكور الثاني راح يقوم بتنفيذ العمليه الثانيه والرابعه ثم الثانيه والرابعه والثانيه والرابعه وهكذا. فتلاحظ انه عندنا نفس العمليات ممكن تنفيذها بسرعه اكبر اذا كان لدينا مالتي كور واستخدمنا الباراليلزم اللي هو التوازي في التنفيذ. ايضا هنا اكو عندنا ما يسمى بالسنجل ثريدد والمالتي ثريدد بروسيسز، اذا كانت لدينا عمليه تتكون من خيط واحد او سن واحد فراح تكون عندنا الكود والداتا والفايلز والريجسترز والستاك كلها موجوده ضمن الثريد الواحد، وطبعا هنا راح يكون عندنا سنجل ثريد. اما اذا كانت عندنا عمليه مالتيبل ثريدد بروسيس فراح يكون مثلا واحد من الثريدات هو مسؤول عن الكود والريجسترز والستاك، الثاني راح يكون مسؤول عن الداتا، الثالث راح يكون مسؤول عن الفايلز وهكذا. يعني نلاحظ انه نفس العمليه تم تجزئتها الى عده اجزاء مختلفة. هنا أنا يظهر عندنا قانون الأميدالز، أميدالز لو. هذا القانون هو وظيفته هو الحساب الرياضي لما هي الفوائد التي نستطيع يعني الحصول عليها، اللي هو البرفورمانس جين، الفوائد التي في الأداء اللي نستطيع تحصيلها عندما نقوم بإضافة كور جديد إلى النظام، وبالتالي المقارنة بين السيريال والبارالل كومبوننتس، يعني المقارنة بين المعالج الذي يحتوي على كور واحد والمعالجات التي تحتوي على عدة كورز. فمثلا اذا كان لدينا الاس هو النسبه المئويه للعمليات التي يتم تنفيذها بشكل سيريال بشكل متسلسل، هذه اللي هي نقصد بها سيريال، هذه سيريال وهذه بارالل. فاذا كان عندنا الاس هي نسبه العمليات التي يتم تنفيذها سيريال في المعالج، والان هو عدد الكورس الموجوده في النظام، فالسبيد اب التسريع الذي نحصل عليه عندما نقوم باضافه كور جديد راح يساوي لنا 1 على الاس زائد 1 ناقص اس على ان، بحيث انه يعني اذا كان لدينا تطبيق 75% من عنده يشتغل بارالل و25% من عنده يشتغل سيريال، طبعا هذه الامور ممكن ضبطها من قبل المبرمج يعني. فالانتقال من معالج واحد الى اثنين معالجات او من كور واحد الى اثنين كورس راح يزيد لنا السبيد اب بمقدار 1.6 تايمز. هذه طبعا مجرد انه تقوم بتعويض القيم، يعني السيريال الاس اللي هي 25% 0.25 هنا نضيفها، والان راح تكون هي هنا بمقدار 2 اللي هي عدد الكورس، مجرد تعويضها في هذه المعادله راح يطلع عندنا انه زادت السرعه عندنا بمقدار 1.6. As n approaches infinity يعني اذا الان اقتربت من المالا نهايه فالسبيد اب راح يكون مقداره 1 على s. الان هنا تلاحظ اذا صارت infinity فهنا مهما كانت القيمه اي شيء تقسم على infinity هو صفر، فراح يصير عندنا النتيجه النهائيه هي 1 على s فقط. The serial portion of an application has this disproportionate effect on the performance gained by the additional. يعني هنا نلاحظ انه هاي الزبده او هذا المختصر يقول بانه الجزء السيريال المتسلسل من التطبيق مو بالضروره يكون له تاثير متساوي على الاداء من يعني عند اضافه مالتيبل كورس. يعني هنا اذا ضفنا كور واحد من بدانا من كور واحد اصبحنا الى 2 كورس زادت عندنا نسبه التسريع مقدار 1.6، بس اذا زيدناها الى 3 كورس مو معناتها راح تكون 1.6 زائد 1.6، وانما لا راح يكون اقل يعني من ذلك بقليل، وبالتالي زيادة الكورس تكون مفيدة إلى حد ما وبعدها يعني تكون ليست ذات فائدة. But does the law take into account the contemporary multiple core systems؟ يعني هل أنه هذا القانون يأخذ بعين الاعتبار الأنظمة الحديثة التي تحتوي على multiple cores؟ Of course طبعا يعني يأخذ بعين الاعتبار، لأنه هو الهدف الرئيسي من عنده هو الآن اللي هي multiple cores موجودة في هذا القانون. وأيضا طبعا يمكن يعني إثبات الجواب لهذا السؤال من خلال أخذ عدة يعني حالات لعدة تطبيقات بمختلف النسب ما بين البارالل والسيريال وعدة قيم للمالتي كور والمقارنة فيما بينها ومعرفة أنه هل أن هذا القانون يأخذ بعين الاعتبار المالتيبل كور سيستمز أو لا. أيضا عندنا هنا ما يسمى باليوزر ثريدز والكيرنل ثريدز. يعني اليوزر ثريدز هي الثريدز التي يتم إدارتها من قبل اليوزر ليفل ثريد لايبرري، من قبل مكتبة ثريدات مستوى المستخدم. وعندنا انواع رئيسيه ثلاثه لها اللي هي البوزكس بي ثريدز والويندوز ثريدز والجافا ثريدز. بالنسبه للكيرنل ثريدز التي تكون مدعومه من قبل الكيرنل، الكيرنل نقصد به هو لب النظام او نواه النظام او اللي هو القلب الرئيسي لنظام التشغيل. تقريبا كل انواع نظم التشغيل اللي هي جنرال بيربس عامه الاغراض هي تكون تحتوي على كيرنل ثريدز، واللي هي الويندوز، السولاريز، لينكس، ترو 64، يونكس والماك او اس اكس. كل هذه النظم التشغيل تحتوي على كيرنل ثريدز. في حين بالنسبه لليوزر ثريدز تحت عندنا هنا ثلاث انواع فقط رئيسيه اللي هي البوزكس بي ثريدز وفي الويندوز وايضا في الجافا. في المحاضره القادمه ان شاء الله راح نبدا نتحدث عن المالتي ثريدنج مودلز اللي هي طريقه الارتباط بين اليوزر ثريدز والكيرنل ثريدز، هل هي من نوع ماني تو 1 1 تو 1 او ماني تو ماني،
فخليكم ويانا إن شاء الله، وراح نتعرف عليها في المحاضرة القادمة. شكرا جزيلا ومع السلامة.